السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة. مقطع جديد مع Apex Legends. طبعا بهذا المقطع راح أرجيكم إشي جديدة، هي طبعا مش جديدة، معروفة من زمان، بس ما أعرف لو نحن المجتمع العربي بنعرف هاي الحركة. هاي الحركة إنه بتأرجيك كيف أنت تشوف الشخصية تبعك أو الليجند تبعك بمنظور الثيرد بيرسون، منظور الشخص الثالث. طبعا هي بس بالفايرنج رانج بمنطقة التدريب تقدر تساويها، وهلا رح ارجيكم كيف بتقدروا تساووا هاي الحركة. اول شيء قبل ما نبلش لا تنسوا اللايك والاشتراك والدعم يا شباب، وان شاء الله يعجبكم المقطع وتستفيدوا منه، وتحطوا لنا كومنت وملاحظات لو عندكم اي شيء. طبعا بنبلش بالحركة الاولى او بالخطوة الاولى حتى نقدر نساويها. بدنا نروح لهاي المنطقة فوق، نطلع لفوق. بتطلع طبعا من هون هذا الدرج، انا رح بسط لكم المكان لو حدا ما عارف مكان، بس تطلع من على الدرج من هون، بتروح على اليمين وعند هدلون ثلاثة بدك تطلع لفوق. طبعا انا استعملت الجرابلينج تبعي، خليني اطلع على الحيط. تمام، بس تجي على هاي المنطقة هون، بس بوريكم هذه المنطقة، بدك تروح على هاي الزاوية. أول شيء قبل ما تروح على هاي الزاوية بدك ترمي الأسلحة يلي معك، ما لازم يكون معك ولا أي سلاح. تمام، ما في أي مشكلة لو عندك أي شيء تحت بالشنطة، بس إنه الأسلحة الويبن 1 والويبن 2 لازم يكونوا فاضيين. بس بتروح لهون على هذه الزاوية، بتنظر لتحت، بتطلع لتحت وبتساوي كراوتش. بس لتساوي كراوتش بتحط الليجنت اللي بدك اياه، او بتغير الليجنت، بيطلع لك صوت بيرجوك انه الشخصية طلعت بمنظور الشخص الثالث، الثيرد بيرسون. طبعا هي الشخصية تبع اوكتين، السكن الجديد تبع الفعالية. شو رايكم فيها؟ بس انا لانه عندي السكين تبعه رح ارجيكم الحركة، بس انتو تشوفوا الحركة تبعه حيرجعكم على منظور الشخص الاول. تمام، طبعا هي الانيميشن تبعيت الايرلونج تبعيته. شو رايكم فيها يا شباب؟ اعطونا ارائكم وملاحظاتكم، ومين عندكم فتح هذه الايرلونج او السكين بترفلاي نايف تبعيته؟ وطبعا انا في عندي مقطع سابق ارجيتكم كيف تشغلوا البوتات هدلون، بتلاقيهم بيروحوا بيمشوا بيضربوكم. هذا هو مقطعنا. طبعا انت فيك تغير الشخصية اللي بدك اياها حتى تشوف السكنات تبعيتك وكيف بيشوفوك العالم انت عم تلعب. رح ارجيكم شوي الشخصيات يلي عندي. جيبرالتر طبعا هي السكن الجديد تبعيته. نشوف شخصية لايف لاين، ولايف لاين فيها ذهبي هذه السكين، انا كل فكري انه ابيض بس شوف طالع فيها ذهبي. انتو عم تلعب يعني حيشوفوك العالم ذهبي وابيض، ما حكي شيء يعني، حلوة هذه السكين. بعدين البات فاندر طبعا هي كمان الشخصيات المفضلة عندي، وهذا السكين الجديد، سكين حلو ليجندري. وفي عنا ريث، هذا الريث السكين تبعي السيزن، طبعا اتوقع كل اللي عنده السيزن عنده هذا السكين. في عنا البنجلور، هذه السكين الجديدة. وفي عنا كوستيك كمان هذا السكين الجديد. هو حلو المنظور الشخص الثالث، بس ما اعتقد انه حتقدر تلعب لانه الزوم او السكوب تبعيته حيكون مش واضح كثير. يعني شوف انا لو اساوي سكوب حيكون هيك، حتى لو اخذت مثلا عليه ال شايف السكوب حيضل ثيرد بيرسون او شخص ثالث. ميراج طبعا هي الشخصيه الجديده. الشخصية اللي بعدها اوكتين، طبعا شفنا على اوكتين بيحمل السكين تبعه طبعا، بس ما حتبين هو وعم يركض، لانه هو عم يركض بمنظور الشخص الاول،
تطلع السكين انه هو ماسكه وماشي فيها لقدام. بس هون بمنظور الشخص الثالث غير. ايوه تعتل مع ميلي. والشخصية اللي بعدها اللي هي واتسون. في عنا كمان كريبتو كان من أفضل الشخصيات عندي لهلا يعني هو، بس إنه ما تلعبت فيه كتير. عم بلعب بأوكتين وبات فاندر وكوستيكا حاليا أكتر شي. وآخر شي ريفننت السكين الذهبي الليجندري لونه ذهبي. شو رأيكم يا شباب بالمقطع؟ عطونا رأيكم، ولو جربتوه وزبط معكم حطونا في الكومنتس بالتعليقات، ولو بدكم أي مقاطع جديدة أي شي جديد كمان لا تنسوا تكتبولي، وتابعوني على تويتر. أنا حنزل تغريدة على تويتر لو حبيتوا أنتوا تأرجونا شو السكنات اللي عندكم، فيكم تحطوا ليها على التغريدة نفسها. وإن شاء الله يكون عجبكم المقطع واستفدتوا. لا تنسوا الاشتراك واللايك يا شباب والدعم، شكرا على دعمكم المتواصل، ونشوفكم إن شاء الله بالمقطع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.